السلام عليكم خوتي اللورنيين، تحية اللورنية، معكم جلال التبال. أخبار سارة، الحمد لله ربي فاجأ علينا. البراء 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 من جميع التهم، ورفع الحجز عن الحساب البنكي. هنيئا لكل من صمد، هنيئا لكل من بقي وفيا لقضيته، هنيئا لنا جميعا بهذا النصر، الحمد لله رب العالمين. برفع العقل على أموالكم لكي تكون بين أيديكم في الشركة التي تقتل فيها. نحن اليوم في بداية مرحلة ثانية، اليوم الحمد لله ننصف جميعا، وينصف المجهود الذي بذلناه جميعا. لا نحن كدفاع، لا أنا ولا زميل السدزي، كنا نستمد قوتنا منكم أنتم، كنا نستمد ثقتنا منكم أنتم، كنا ندافع بالقوة التي أعطيتموها لنا أنتم. لذلك اليوم نؤكد مرة أخرى أن المحامي هو صوت المظلومين، هو صوت المقهورين، هو المدافع عن الحقوق. اليوم نجاحنا نجاح الجميع، وثقتنا بالقضاء لم تخيب. هذه المناسبة وهذه لحظة ستبقى مشهودة لنا في التاريخ. دام الوطن ودام حامي حما هذا الوطن صاحب جلالة محمد السادس، ودام القضاء المغربي حامي لحقوق هذا الوطن. والشكر والحمد لله ولكل من تاق وفي الدفاع، ولكل من تشبث واستمر في علاقته بدفاعه ووضع ثقته في دفاعه. أعطي الكلمة لزميل الأستاذ زوي لكي يدير. السلام عليكم أعضاء المجموعة، مبروك عليكم. الحكم لصالح لورن، الحكم لصالح لورن، الحكم لصالح لورن، فتح الحساب وإن شاء الله استمرار الشركة. ألف مبروك عليكم، ألف مبروك عليكم جميعا.